مفيش اخبار عن اختك؟ مفيش يا باشا. ساعتك تقدر تعتبرنا اتبرينا منها. ساعتك لو رفعت ايدك من عليها ولقيناها هنذبحها. تذبح مرات عابد تيمور؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف يا باشا، ما اقصدش، انا اقصد غزل اختي اللي ربتها وكبرتها على ايدي انا وابويا. ما كنتش اتخيل انها ممكن تعمل فينا كده وتوصلنا لكده ابدا. في حاجه يا باشا ولا ايه؟ غزل؟ ايه ده؟ انتوا اتجوزتوا ولا ايه؟ تاني اللي جابك هنا؟ نعمل ايه بقى في عدم سمعان الكلام؟ اديتك مهله وخلصت من زمن. مهله؟ ايه الثقه والجرأه دي؟ لو صدق نفسك يا ابو، وانت كمان هتصدق. هنشوف. ايه يا مدام؟ ده انا قلت انك كبرتي وعقلتي وراجعه. ارجع لك امتى؟ انت عمرك ما هتطولني تاني الا بموتي. الله، لا الثقه والجرأه دول الظاهر وباء ومتفشي، بس الفضول واكلني اعرف السبب الحقيقه. بس سيبك من الشبوره الكدابه اللي انت عاملها دي، وفضلي المكان عشان اللي هقوله ما ينفعش حد يسمعه. لا يا اخويا اتكلم على طول، مفيش حد غريب. عماد اخو المدام ما تعرفوش؟ انت بقى عماد وعمده بقى يعلم انت كنت بتعمل ايه في روما. طب يا عماد لو سمحت سيبنا لوحدنا شويه واقفل الباب، ما تخش حد يخش علينا. تحت امرك يا باشا. اتفضل. الحمد لله على سلامتك. بس حق الله انت جايب كام حته في البيكو. مش فاهمك. اسمع عشان ما تضيعش وقتي ووقتك، انا بعت لك فيديو على تليفونك شوفه وبعد كده نتكلم. كمان حته ده الرجاله جايين محملين بقى. الرجاله جايين بخيره. اهو دي بضاعتك. يعني بضاعتك تحت ايدي. البضاعه دي قدامها سكه من اتنين ما لهمش تالت، يا تروح للسكه اللي كانت رايحاها يا تروح لسكه تانيه لناس تانيه بحسبه تانيه، وانت بايدك تختار. يا تروح لصاحبها اللي مستنيها يا تنساها وربنا يعوض عليك. لا 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 الكلام ده ما ينفعش خالص. ايوه البضاعة دي إذا اتمست أنا همحيك من على وش الدنيا أنت وأهلك وناسك. اسمع خد بالك من كلامك معايا وما تنطش في قطر مش قطرك. كده كده أنت هتطلعها ودلوقتي. كده برضه غزل بعد كل اللي عملته عشانك وعشان أهلك تحطيني في الموقف الحقير ده؟ أنا أستاهل منك ده؟ شوف انت، فكر افتكر كل لحظة كنت بتعاملني فيها كأني عبد عندك. افتكر الضرب والإهانة والجرجرة على الأرض وانت بتستقوى عليا، واسأل نفسك تستاهل ولا لأ. قلت ايه؟ بضاعتك تلزمك ولا حلال عليا واتصرف فيها بمعرفتي؟ وخلي بالك كده كده برضه في الاخر هتطلقها. خلاص فهمنا بقى. عايزين تعملوا ده امتى وفين؟ هبعت لك عنوان المأذون، نص ساعة وتقابلني هناك. والا انت عارف الباقي. يلا بينا.